الرئيس السيسي يحضر مأدبة عشاء الدولة التي أقامها الرئيس الفرنسي بقصر الإليزي. القوات المسلحة تدمر 437 وكرة متفجرات ومقتل 40 تكفيري بسيناء خلال 3 شهور. الحكومة تنفي إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا. موجز العام وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس. أيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزيرة الدفاع الفرنسية وعمدة باريس. المزيد في سياق هذا التقرير. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة السيد الرئيس لباريس، مثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخرا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيدا سيادته بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر ليزونفاليد الوطني بباريس مع السيدة فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة. وقد أكدت السيدة بارلي التطلع لترسيخ الجانب العسكري والأمني في علاقات التعاون بين البلدين، تلك العلاقات التي تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في منطقة المتوسط، خاصة في ضوء الدور الهام والحيوي الذي تقوم به مصر في تحقيق التوازن الإقليمي. السيد الرئيس أكد من جانبه حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا، وذلك في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ضوء التحديات المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل مواجهة تلك التحديات.
هذا وقد حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام جولته لزيارة فرنسا مأدوبة عشاء الدولة التي أقامها الرئيس الفرنسي بقصر الإليزي في مساء الأمس. المزيد في سياق هذا التقرير. حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في ختام اليوم الثاني لزيارة سيادته بفرنسا مأدوبة عشاء الدولة التي أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شرف سيادته، وذلك ترحيبا بزيارته للجمهورية الفرنسية وتكريما له. وقد وجه السيد الرئيس التحية والتقدير للرئيس الفرنسي على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، متمنيا التوفيق والأمن والازدهار للشعبين المصري والفرنسي. تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر والتكفيرية ملجأ لها ومرتكزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين. وقد أسفرت الجهود خلال المدة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر الجاري عن تحقيق النجاحات الآتية. على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير عدد 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها، ولتكديس الأسلحة والذخائر نتج عنها مقتل 25 فردا تكفيريا شديد الخطورة. استهداف وتدمير عدد 6 عربات دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية. تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد 15 فردا تكفيريا شديد الخطورة. القبض على 12 فردا تكفيريا تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وفي سياق متصل، كثفت قوات حرس الحدود من إجراءاتها الأمنية على كافة الاتجاهات والمعابر الحدودية، مما أسفر عن ضبط 149 ألف قطعة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط عدد 7 بنادق مختلفة الأعيرة وعدد 160 خزنة أنواع مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، والقبض على 1448 فردا حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية، وضبط عدد 39 عربة دفع رباعي أثناء محاولاتها اختراق الحدود، وضبط وتدمير عدد 5 أنفاق على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على 56 مزرعة بانجو بإجمالي 66 فدانة و90 مزرعة لنبات الهيدرو المخدر بإجمالي 101 فدانة. ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الشهادة والإصابة ضابطان وأربعة ضباط صف وجنديان أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية. هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا. ومن جانبها نفت وزارة المالية تلك الأنباء موضحة استمرار كافة الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمرين كما هي دون المساس بها، مشيرة إلى تقديم الدولة لحزمة من الإجراءات الداعمة للمستثمرين لتخفيف تداعيات أزمة كورونا. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.